ممنوع تبيع سجائر إلكترونية في هذه المدينة، وأيضاً تحديث مرة مهم للواجهة التشغيلية حقت هواوي. أجهزة هواوي كاملة جاها تحديث الإيموشن يو آي، وبالتأكيد الفولد الجوال اللي ينطوي الثاني من سامسونج اللي ما شفنا منهم الأول لسه، وأخبار جداً رائقة وحلو. وبسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وحلقة جديدة من العلوم والتقنية. وبدأها أول شيء في الخبر الأساسي حق تحديث هواوي. هواوي جاء تحديث حق الإيموشن يو آي اللي هي الواجهة التشغيلية، فحتيجي واجهة 9.1 حسب الخبر اللي جانا الرسمي. فالتحديث حيكون متوفر للأجهزة التالية بالأشهر التالية. لو تكلمنا على يونيو 2019، من أهم الأجهزة البورشه ديزاين ميت 20 آر إس، ميت 20، ميت 20 برو، ميت 20 إكس، نوفا 3 إي بي، سمارت واي 9 2018. وبرضه في يوليو حيكون في تحديثات، وفي أغسطس حيكون في تحديثات، كلها موضحة قدامكم على الشاشة. البي 20 والبي 20 برو هذا كلهم حيكون في يوليو. وأكيد لو تكلمنا على هذا التحديث للواجهة التشغيلية حيجي تطورات وتحديثات، فمهم جدا انك تحدث الجوال. ايضا لا تنسى تسوي النسخة الاحتياطية حقه. انتقل لسامسونج وتسريبات تبين لنا انه في فولد ثاني يمكن يطلع، واكيد مؤتمر سامسونج اللي حيجي بشهر اغسطس حيجيب لنا النوت والنوت برو، واكيد النوت برو 5G. الفولد من التسريبات يوضح لنا انه في نفس اسلوب الانطواء اللي حيصير الشاشة من جوا وينطوي، ولكن ايضا حيجيب فكرة الرازر له. فكرة الرازر جوال من موتورولا موجود زمان. الجوال هذا قلنا انه يمكن نفس شركة موتورولا ترجع وتجيب شاشة كاملة تنطوي على جهاز زي كذا. جوال من سامسونج، تسريبات تبين انه خصائصه حتكون قوية ويمكن يغربل سوق الجوالات بشكل كويس. اول شيء نتكلم على هذه الخصائص، معالج السناب دراجون 855، نتكلم على كاميرا بحساسة 48 تقريبا، نتكلم على بصمة في الشاشة، نتكلم ايضا على امكانية ال 5G موجودة في هذا الجوال. الجوال اللي هو ال A90، لو شفنا ال A70 والسعر حقه 1300 ريال، باقي الأسعار موجودة على الشاشة عندكم أو العملات. فعندكم هالجوال اللي ب 1300 ل 1400 ريال، لو نزل الأخ الأكبر له مو A80 A90 وجاب مثلا سعر ال 2000 ريال، فأنت تتكلم على فارق سعري كبير موجود بينه وبين سلسلة ال S. ما زال هذا الفارق حيوجد. هذا الجوال وبالسعر ذا حيغربل السوق. المبدأ حق غربلة السوق انه حيرجعنا كأننا لأربع سنوات لورا، لما كان الاس ب2000 وجوال غالي وفي كل المميزات. الحين لا، يمكن الاس يصير على السعر الحالي حقه هو البريميوم، والاي شيء شبيه فيه من سلسلة الاي ولكن مرة بريميوم، يا تأخذه يا تأخذ الاس، يعطيك نفس المواصفات تقريبا ولكن قدرات أعلى على الاي 90. هذا طبعا كله إذا تأكدت التسريبات، وبكون معكم أول بأول من ناحيتها. فلا تنسوا دائما تكونوا مشتركين ومفعلين زر التنبيهات، الجرس صغير ذا. ارجع لسيرة الفولد حق سامسونج. طبعا احنا ما شفنا الفولد الاول وقاعدين ننتظر ومتأملين على مؤتمر سامسونج القادم في اغسطس، انه من خلاله ايضا يتكلم على طرح رسمي للفولد في السوق، الجوال اللي ينطوي الاول من شركة سامسونج. فاحتمالية ايضا يطلع لنا فولد مع قلم. اذا فولد مع قلم بمؤتمر النوت مرة منطقي. النوت القلم حقه هو واحد من انجح المبادئ اللي موجودة في قطاع الجوالات، على قلم مع جوال، ولا قلم مع جوال ثاني نجح. إيجاد الفولد بنسخة بقلم هنا برضو يمكن بعد أكبر. لا ننسى كبرة الشاشة كونه فولد وأيضا صار في قلم، إذن تعدد المهام مرة بطل. شركة أوبو تستعرض في مؤتمر لها جوال الكاميرا حقته خلف الشاشة، فأنت تشوف شاشة كاملة وفي كاميرا مخفية وراء هذه الشاشة. الشيء هذا على أساس يثبت للصحفيين قدرات حقته. الجوال الصحفيين ما قدروا يمسكوه ويتكلم يعني ويشتغل عليه بشكل جدا كبير، فقط المخصصين من أوبو هم قدروا يسووا الشيء هذا كله. وأيضا المبدأ شفناه قبل وحيطلع، وأيضا تسويقيا بيستمر في الأيام الجاية. الحين التسويق هو على فتحات موجودة في الشاشة ونتوء موجود على البرواز، الشيء اللي يمكن بعده حيكون شيء تسويقي ضخم من كل الشركات. قدرنا نحط الكاميرا خلف الشاشة. نروح الخبر اللي بعده، شركة أبل وبراءة اختراع تبين انه في ساعة يمكن تحصل على كاميرا. مبدأ شفناه زمان مع ساعات الجير، ولكن أبل إذا نفذتها حيكون مختلفة، كون ان الساعة هذه يمكن تاخذ صور بانورامية الى 360 درجة نص سفير. هذه الصور يمكن تكون جيدة، وبراءة الاختراع من 2015 فصار لها وقت وما شفنا الساعة في الارض الواقع. أبل دائما لما تسجل براءات اختراع مو بالضرورة تنزل أجهزة وراء براءات الاختراع، ولكن الأفكار المختلفة من براءات الاختراع دائما نذكرها على أساس في فكر من وراها.
ليش ما نذكرها؟ وأكمل مع شركة أبل اللي أكدت أنها نعم استحوذت على شركة سيارات تلقائية القيادة، شركة تطوير سيارات تلقائية القيادة. هذا المجال اللي أبل تبغى تدخل فيه سنوات كثيرة، وإحنا نقول أن أبل قاعدة تشتغل على سيارة تلقائية القيادة خاصة فيهم. كل ما جاء مؤتمر مطورين تشوقنا لمبدأ نسمع عنها شيء. مبدأ السيارات تلقائية القيادة موجود، ولكن إلى الحين ما جاء وقت التطبيق الفعلي. أنقذ واحد ولا أنقذ خمسة؟ سؤال سألتكم يا الحلقة الماضية، هذا السؤال مستوحى من أحد أفلام الخيال العلمي اللي هو فيلم I Am Mother. جرى تصويتين، تصويت على تويتر، التصويت حق تويتر حوالي 54% قالوا ننقذ الدكتور، التصويت حق يوتيوب حوالي 51% قالوا ننقذ الخمس أشخاص. المبدأ حق إنقاذ الخمس أشخاص هذا مبدأ الذكاء الصناعي، هو اللي حيختار خمس أشخاص وحيضحي بواحد وينقذ خمسة. الروح الإنسانية البشرية اللي على الفطرة اللي حتكون في غرفة العمليات، لقوا إنه الأقرب إنها بتحاول تنقذ الكل، الأقرب للإنقاذ من السؤال بشكل مباشر هو الدكتور. والأكيد الخمسة إذا ما قدروا ينقذوهم لإيجاد أعضاء ما حينقذوهم وما حيصير عليهم إلا الله يعين، يعني حيموتوا. ولكن هذا لا يعني تدخلهم بحالة سادسة خارج دائرتهم لأخذ أعضاء وفقدان هذا الشخص. فالروح البشرية في العادة تحاول تنقذ أكثر ما تقدر أشخاص ولا تضحي بواحد منهم إلا إذا كانت الحالة مرة رايحة فيها، وهذا الشيء اللي نلاقيه بغرف الإسعافات، أو نقدر نقول غرف الطوارئ. تلاقي دخل شخص يتعالج ما قدروا يعالجوه، الخيار الثاني انه يقولوا لأهله وناسه وأصحابه الشخص مستحيل ننقذه، ولكن هنا عندنا فرصة استخدام بعض أعضائه لإنقاذ ناس بحاجة أعضاء حاليا، طول ما انه العضو الأورجن لسه يقدر يعيش أو ينتقل لجسم ثاني. فغريب مرة الجواب، ولكن يحمس على قدر الأفكار اللي جت منه. هنا نوضح انه يمكن احنا ايضا قاعدين نتأثر بقراراتنا، قاعدين نتأثر ومشاعرنا تقل، قاعدين نتغير او نتطور او اشياء جديدة قاعدة تأثر على قراراتنا. الحلقة الماضية سألتكم ايضا كم واحد منكم عنده جهاز سوني يستخدمه بشكل يومي؟ 89% منكم قالوا ماخي، ولكن 11% هم اللي قالوا نعم. اوكي ممتاز، الى الحين في سوق جيد اذا لأجهزة سوني، فليش ما نتحمس على جوال حيجي بثمان كاميرات خلفية؟ يمكن بالفعل سوني هنا في مجال التصوير تطور اكثر في التصوير من خلال الموبايل. عمالقة الشركات في العالم بدأت من ايميلات، والايميلات حقتهم المجانية جابت لهم سوق ضخم. فعندكم جوجل والجيميل، الجيميل مساحة ضخمة للتجارة بالنسبة لشركة جوجل، مساحة ضخمة للموارد، للمعلومات، للذكاء الصناعي، لقواعد البيانات. وأكيد أنت لما يكون إيميلك موجود مع جوجل فأنت موافق ووافقت وحطيت صح على المربع اللي يقول بالدراسات والأبحاث والأشياء دي كلها يمديكم تستخدموا المحتوى حق الإيميل، ولكن ما تفضحوني ولا تقعد تسووا كلام أو تنشروا الأشياء اللي موجودة عندي، فتستخدموها لأبحاث التطوير أموركم تمام. فالإيميل هنا حقك ما يعتبر خاص 100%، هو مجاني، ولكن ترى أنت مستخدم للإيميل ولا تعتبر مالك لهذا الإيميل. وأكيد الشركات الخاصة حتراعي أنه لا معليش، أنا عندي بيزنس بملايين الريالات ملايين الدولارات، ليش أضحي وأخلي شركات زي جوجل سواء بشكل مباشر عن طريق إيميل في جيميل خدمات جيميل، أو بشكل آخر غير مباشر عن طريق خدمات الجي سوت حقات جوجل، أنه هم يديرون السيرفرات حقات الإيميلات. فهنا شركات يمكن تقول لا، الأأمن لي والأفضل لي أحط خدمة إيميلات خاصة فيني أنا، الخدمة هذه تكون انتربرايز مستواها عالي والأمان حقها كويس ولها أيضا مسمى في مجال الأعمال. فأنتوا دحين لو سألتكم هل الأنسب كشركة بملايين الدولارات انك تحط خدمات مع جوجل وتضمن ان امورك كلها ماشية صح، او تروح لقطاع خاص محلي؟ القطاع الخاص المحلي بيعطيك سرية وامان ما تقدر تجيبها من جوجل. هل اخذ السرية او اخذ الناس اللي عندهم خبرة بشكل ضخم او انتشار بشكل ضخم؟ وعلى سيرة جوجل، ترى جوجل وفيسبوك ومجموعة ضخمة من الشركات اخيرا تحالفوا وجلسوا مع بعض على اساس يحطوا اساسيات الذكاء الصناعي، البنش مارك، نكلم حق الذكاء
الصناعي والأسس حقة التعامل، المعلومات، البيانات، كمية الداتا اللي مسموح للذكاء الصناعي يحصل عليها، النتائج والتعامل فيها، مشاركة البيانات بين الشركات. التحالفات في قطاع التقنية من هذا النوع كثيرة، فتحالفت كثير من الشركات عشان منافذ الـ USB Type-C تجيب لنا إياها بالنوع اللي هي عليه الحين، تحالفت كثير شركات عشان الـ HDMI يكون ستاندرد، تحالفت كثير شركات على أساس توحد لنا أشياء كثيرة. فالتحالفات دائما تجيب أشياء إيجابية، بالذات لما تنشر حقة المعلومات أو المعلومات التابعة لها. نكمل أخبار التقنية والعلوم. وشركة كيتي هوك اللي أصلا قاعدة تطور تكاسي الطير، تحالفوا مع مين؟ مع بوينغ، عملاق صناعة الطيارات، على أساس أنهم يطوروا منظورة التكاسي أو منظومة التكاسي هذه اللي تطير وتصير تستخدم في أوبر وغيرها من الخدمات. فأنت عندك سيارة تطير، وهذا اللفظ حق سيارة تطير هي اللي كيتي هوك يقولوا لا، لا حد يقول سيارة تطير، هي طيارة تهبط غير. فهذا الشيء اللي هم يبغوه، فهي طيارة تهبط غير وحتصير تكاسي. ما ظنتي أبد بتطبق في مكان في العالم، حيكون تطبيقها خفيف مرة وتجاري مرة بريميوم. فأنت لما تروح نيويورك تقدر تتنقل بين البنايات بهليكوبتر، بس كم واحد تشوفه يسوي الحركة هذه؟ لأنها أولا غالية، والشيء الثاني قروشة كثير. تأخذ أوبر أسهل لك، بالسيارة تمشي أسهل لك، تركض أسهل لك. تم حظر بيع السجائر الإلكترونية في سان فرانسيسكو. تخيلوا السجائر الإلكترونية اللي قاعد يقولوا لسنوات إنها بديلة للسجائر العادية، إنها ضررها أقل ولكن إنها هي كويسة وما توسخ وما في ريحة وما. سان فرانسيسكو منعتها، مدينة سان فرانسيسكو منعت بيعها. فالمفروض إنه بعد منع السجائر وبعد منع البيع القطاع نفسه بيتأثر وبينتعش من جديد بيع السجائر التقليدية اللي زي ماربرو. السجائر الإلكترونية تم منعها بالفعل في سان فرانسيسكو وفي توقعات مدن أخرى، وأيضا ولايات تتبع نهج سان فرانسيسكو في منع بيع السجائر الإلكترونية. هل أنت مع أو ضد هذا القرار؟ وأيضا استفتاء رابع، تأيد السجائر الإلكترونية تلاقيها أصح لك ولا ما تلاقيها أصح لك؟ فأنتوا في الفعل عندكم في هذا الفيديو 4 استفتاءات. شكرا لكل واحد يشارك معنا. على فكرة في مجموعة أشياء لازم تتابعوها أيضا على تيك بيلز جاية على الـ IGTV. عندنا أكيد النظارات الجديدة حقات بوز بنوعيها اللي هي الفريم اللي موجود فيها سبيكرات، وأيضا عندنا نفس الكفرات حقات الأفينجرز موجودة برضو على الـ IGTV. وش في محتوى هو حوريكيها بعدين، هو ما يدري أصلا، ما انتبه ترى هنا في آيرون مان وسبايدر مان. المهم، وأيضا نتكلم على الفيديو الرهيب اللي طلع بيني وبين صلاح كتعاون على نفس لوح الشطرنج اللي قاعدنا نلعب بين الأردن وبين الرياض أو بين المملكة والأردن، وكان اللعب من مدينة الرياض إلى مدينة عمان، فكانت شيء جدا رهيب. في فيديوين لا يفوتوكم، بالذات السكتش هذا. قاعدين نلعب لعبة عن بعد، عندنا خيارات الثلاثة، يا نلعب مع اللوح يا نلعب مع حتعرف بالضبط الوضع اللي صاير وليش اصلا صار ضحك بيني وبين صلاح. نهاية الفيديو كل فيديو كالعادة، جزاكم الله خير على كل لايك، كل شيء قاعدين نسووه على المشاهدة قبل كل شيء. الله ينفع بنا اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على الف خير.